ما غاديش نلقى أحسن من هذه الجملة كبداية. من رضي بقضاء ربه أرضاه ربه بجمال قدره. وهذا الشيء بالضبط هو اللي غادي تسمعه في حلقة الليلة. مجدة اللي غادي يعوضها مولانا ببساطة، لأنها رضات في واحد الوقت اللي ما كانش فيه الرضا عليها سهل. ما تمشوا فين وبقوا معايا في حكاية جديدة. سلام سلام، مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي. كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه، احوالكم طيبه، كل عام وانتم بالف خير، كل عام وانتم اسعد، كل عام وانتم افضل ان شاء الله، كل عام ونحن مع بعضياتنا ندخل عليكم السرور والبهجه والاستفاده والعبر. عدنا والعود احمد. غبرت عليكم ببساطه، راكم عارفين علاش. ابتداء من اليوم ان شاء الله غادي نرجعوا للروتين ديالنا، نبداو نحطوا حكايه نهاريه نهار لا. حكايه الليله يا سيدي الكرام إيجابية 100%. الحكاية اللي غادي تأكدوا فيها بلي أنه إذا شي حد مكتب لك ولو اجتمعت الإنس والجن باش أنهم يفرقوكم وكان من المكتب ديال بعضياتكم راه كتبقاو لبعضياتكم. خلي ما تعطلش عليكم أكثر، ولكن قبل ما تنسوش أنكم لتحت تضغطوا على زر الإعجاب اللي ما تكلفكم حتى شي مجهود. وخلي نقول لكم بسم الله يلا لنبدأ. أنا مجدة والدي بزوج خدامين، بابا ميسور وماما إنسانة اللي هي مكافحة. أنا اللي كبيرة في خوتي، كنت أنا هي مم العينين ديال الأب ديالي، وعلاقتي مع ماما كانت شوية مزعزعة لأنه كانت قاسحة في تربيتها معنا. كانت الآمرة والناهية، واللي قالتها خاصة تديرها. ماما واحد الإنسانة اللي هي صراحة طيبة ورغم القساوة ديالها وصبارة بشهادة الجميع، ولكن الأب ديالي العكس ديالها تماما، حنين بزاف لدرجة إذا لقاني تبكي تيبكي معايا. كنت إنسانة اللي حساسة بزاف، إذا غير دخلت وقلت السلام وما جاوبني شي حد ولا ما جاوبونيش مزيان تبقى فيا الحال. غادي نعيش واحد الطفولة اللي هي عادية، قريت وكنت مجتهدة. فاش غادي ندير 15 عام، واحد جارت ماما بمعنى إنسانة اللي ما كتخرج من دارنا، وحتى أنا ما كنش كنخرج من دارهم. هاد الجارة عندها ولد اللي هو كبر مني ب8 سنين، وعندها ولد واحد آخر اللي هو قدي، وبنت اللي هي كبر مني بعام. فهاد السن انا كنت كنبان بلي انني صغيره، ماشي حيتاش ضعيفه ولكن كنت قصيره بزاف، وكنت في بدايه المراهقه ديالي. واحد النهار جات واحد المراه عندنا وقالت لينا بلي انه كاين واحد ولد صديقه ديالي اللي الله يعمرها دار، امه راه كتقلب ليه على بنت الزواج وغادي تقترح عليها انا، بما انني كنت نشيطيه وضحوكيه. وبدورها قالت لها ولدك فلان ما غاديش يلقى حسن من ماجده بنت فلانه. قالت لينا بلي راني قلت لهم بلي انها صغيره، ولكن هما قالوا بلي انه ما عندهمش مشكل، وهو عايش في الخارج ناوي انه يدخل باش يدير البروجي ديالو ويزوجوني ليه. الاب ديالي انا ذاك ما وافقش 100%، والام ديالي كتحكم بالعقلانيه. قالت لهم شوفوا الدري هو الاول وديك الساعه راه كلشي برزق. قالت لهم انا غادي نوافق على الفكره نتاع انه يجي يشوفني، واخا الاب ديالي كان رافض وكان تيقول لي راكي مازال باقا صغيره. حتى ماما كانت كتقول لي ما غاديش نزوجك لهاد السنه ولا السنه اللي من بعدها حتى تشدي الباك ديالك وتشوفي الميولات ديالك، وديك الساعه اذا اتفقتي مع السيد مرحبا. المهم مادام السيد كلشي تيشكرو حنا نيسروا الامور بعضياتنا، وما يجيكمش غريب لانه حنا في العادات ديالنا والجهه ديالنا والتقاليد ديالنا والعائله ديالنا ولا الاصل ديالنا كيزوجوا البنات باقيين صغارات، لدرجه انه عندي عماتي اللي كانوا مزوجين في سن 14 سنه. عندنا عادي انه تزوجي صغيره. فهاد الوقت بحكم انه ماما ما كتخبي والو على ديك جارتنا، قالت ليها راه جايين شي خطاب في مجده بنتي. هاد الجاره نقزات وقالت يا قلنا مجده الفلان وفلان المجده. شوفي اختي راه ولدي الله تخرج بحكم انه كان تيقرا على برا وغادي يرجع للمغرب وغادي يحل المحل ديالو على داكشي اللي قرا تما، وانا ما غاديش نلقى حسن من مجده، وولدي راه ما عنده ما يعيب فيها. سالت احداث القصه على هاد المنوال. ماما قالت لبابا راه فلانه اشنو قالت ليا، قال لها بلي انا باقا صغيره، ولكن ماما كانت طاغية على الفكره نتاع الخطاب جاو فيها البنت راه كبرات وتوكلوا على الله، وراه حبيبتي وصاحبتي اختي بغات بنتي لولدها وهما بغاو يرشموها. هذيك جارتنا دوات مع ولدها، وديك اختو اللي قدي جات عاودت ليا شنو وقع. المهم باش ما تلفوش السيد الاولي تكلم فيا مشى لانه عائلتي رفضاتو. حنا دابا في ولد جارتنا اللي كنت دائما في دارهم وكانوا دائما في دارنا. عاد اختو قالت ليا راه فاش قلنا ليها شنو كاين قال لينا راه فلانه زعما انا راه بحال اختو وراه كبرت معاه فما يمكنش ليه انه يتزوج بيا.
جات عندي انا هنا كانت الخبر في راسي. انا فاش دوز معايا امو وقالت لي راه باغي ناكل معقول، انا بحيله بديت كنبين ليه وبدا كيعجبني داك الاعجاب ديال البراءه وديال الصغر، حيت زرعوا لي الفكره في راسي انا غادي نمشي ندير واحد الكونت لاول مره في الفيسبوك بسميتي وكنيتي وغادي ندخلو عندي، ولكن ما قبلديش. من بعد عاودت كونت واحد اخر اللي ماشي بوجهي وغادي ندخل عنده بلا خبر حتى شي حد وغادي يقبلني، وهنا بديت معاه الهضره على اساس انا واحد البنت واحده اخرى اللي سميتها زهره وساكنه في مدينه بعيده على مدينتنا، وباللي هو تعرف واحد الدري اللي هو صاحبه ومن مدينتنا اللي كان كيجي عنده مره مره وقرا هو وياه على برا. قلت ليه بلي انه تعاود لي عليك وبلي الله يعمرها دار، وبديت كندوي معاه وخديت تصاور واحد البنت اللي كانت في الفيسبوك وبديت كنصيفطهم ليه على اساس بلي انا هي هذيك. جا في هذاك الصيف وعرفت بلي انه ما عنده حتى شي علاقه مع شي بنت، وغادي نكتب ليه بلي انه بغيت نتلاقى بك. قال لي مرحبا. شويه قال لي ما نقدش لانه عندي شي حاجات، وانا نقول ليه بلي انا راني سابغيك. غادي نصيفطها لي في ميساج، وانا ذاك كان حب طفولي ماشي بحال تاع دابا، كان بحال شي حب ديال بيني وبين بابا. المهم فاش قلتها ليه سقت خطو الخبار، علما انني كنت قايله لخطو بلي راني دايره فوكونت وتدوي مع اخوك. هو فاش قال لي راه واحد البنت شنو قالت لي، حيت كان مصاحبو اختو بهذا المعنى، ضات تفرشاتني وقالت لي بلي انا راه هي هذيك، واكثر من هذا قالت لي بلي انه انا راه فايت عندي علاقات وخسرتني ليه. ما عجبوش الحال وجا بدا كيغوت عليا، وعلاش كديري معايا هاد الفعايل؟ انا ما رضيتش، سديت هاد الباب وشاءت الاقدار انني غادي نتعرف على واحد الولد في واحد الليله اللي يا ريت تكون ما وصلتش. ديك الليله كنت ناقشت انا وماما على قبل القرايه، خصمت عليا ديها في قرايتك ديها في قرايتك. انا غادي ندخل الفيسبوك طالع ليا الدم، وغادي يصيفط ليا واحد الشاب ميساج اللي فيه واحد الاهتمام زايد اكثر من القياس، وغادي يطلب مني صور مخيله للحياه. ما كنتش باغا لانه كنت عارفه ما بيني وما بين الله، واخا كنت في واحد السن ديال الطيش، ولكن كنت كنصيفط ليه تصاور غير ديال وجهي وشكون انا. خت داك اللي مو بغات تخطبني ناضت هي، ما عجبهاش الحال حيت كنت كتعرف داك الولد مزيان. انا غادي نقول لكم علاش. انا فاش بديت كنهضر معاه قال لي بلي انا راني كنعرف فلان راه من الدوار ديالنا. انا في الاول ما كنتش عارفه بلي انه راه حتى من عائلته، هو كان قال لي بلي انه غير من الدوار ديالهم وصاف اولا الجهه ديالهم. المهم قال لي كنا واحد النهار جالسين وراتني اختو تصوركم نتي وياها وعجبتيني وصافي، وانا جيت نهضر معاك. المهم بقينا كنهضروا لمده عام، غادي يجي ولد جارتنا في الصيف مورا ما تخرج، ونات مو قالت ليه نونو كحل عيونو راه هذيك ماجده كدوي مع فلان وفلان وفلان وفلان، وكتصيفط لهم تصورها. جات مو عند الوالده ديالي وقالت لها راه حنا كبرنا بنتك وشوفي هي شنو دارت، مع العلم انهم عطاو العهد ديال ان غادي نتزوج بفلان وصافي. ولات دوات معاه، ماشي بدا كيهضر معايا لا بدا كيقول لختو بلي راه الصراحه ديك ماجده ظريفه واش كيشكرني ليها، وحتى اختو كانت كتشكرني ليه، ولكن هي غير تبتاتني علما انها كانت صاحبتي وكتدخل عندي للدار وكنعاود لها اسراري وكل شيء على حياتي. هذاك النهار دازو عندي كحل، حيتاش كانوا مقررين من بعد اسبوع انهم غادي يجيو باش نديرو الشوفه الرسميه، ومن تما ما كانش كيدوي معايا حيتاش كان هو شويه ملتزم في الافكار ديالو، مع انه ما كانش كيلبس لباس اللي هو ملتزم، ولكن كان ملتزم في الافكار ديالو. المهم اتصلت بيا صاحبتي اللي هي اختو ودوينا، وقلت لها مال ماماك جات كتقول لماما ديك الهضره عليا؟ قالت لي لا راه ما عرفتش، جات عندي بكيت عليها وقلت لها بلي انا راه كنعرف داك السيد ولكن راه ما كنصيفطش ليه تصاور، داك السيد اللي كنت تعرفت عليه من قبل اللي كيجي هاد ولد جارتنا. قالت لي انا متيقاك حبيبتي متيقاك. شويه كنصوني على السيد حيتاش كان عندي في الفيسبوك، ولكن ما كناش كنهضروا، غادي نبدا كنصيفط له ميساجات، شويه بلوكاني. من بعد دويت مع داك الولد وقال لي راه هضرات معايا فلانه اللي هي خوت داك اللي مو بغاتني ليه. في الاخر عاود لي كل شيء. المهم الجاره تبدلت مع الام ديالي، وحتى الام ديالي تبدلت معاها، وبنتها ما تسرطاتش ليها بلي انا غيتزوج بيا خوها اولا ما عرفش مالها، كتجي وكتضحك معايا وبقات علاقتي معاها مزيانه. المهم تبدلت المراه مع الام ديالي او الاخت نتاع داك الخطيب، ما تسرطاتش ليها بلي انه غتكون شي حاجه بيني وبين خوها في المستقبل، ولكن كانت تتنافقني وكتضحك معايا وبقات كتخلي علاقتها معايا مزيانه كتاكل معايا، وانا داك ما فراسي والو. مورا داكشي ما بقاتش الهضره لا بيني وبين مو ولا ما بيني ولا ما بينه هو، ولكن ما علمونا وما قالولناش بلي انا وراه ما بقات بيناتكم حتى شي حاجه اولا فسخنا شي حاجه. كانت اختو كتجي وكتدخل لعندي
وتا شي حاجه ما قالتها ليا. في الصيف نتاع داك العام اللي كانوا خطبوني فيه وفسخوا الخطوبه وانا ما فراسي حتى شي حاجه، غادي تمشي امو تخطب ليه وما قالت لامي حتى شي حاجه، علما ان امي كانت مصاحبه معاها وكانت كتعاود لها شحال من حاجه وكانت تعاود لها على حياتها الشاده والفاده، ولكن ما قالت ليها والو. تجات لعندها وقالت ليها عاودي راه بغينا نعرضوا عليك، حيت فلان كان تيهضر مع واحد البنت وكانوا مصاحبين مع بعضياتهم وغير لي الخاطر باش نخطب بنتكم ماجده. منين طرا المشكل صافي انا ما بقيتش قديت لا نشكر لا البنت لا والو، وراكي عارفه المشكل اللي طاري. المهم عرضت على امي العرس بكل وقاحه وبوجهها قاسح وكتقول ليها اجي. امي شنو غادي دير؟ قالت ليا راه هي صاحبتي وحبيبتي وما صرفناش الكثير، وانتي اللي درتيها لراسك، انتي اللي جبتي عليك الشبهات. انا هذا كنحلف امي وكنعاود قسما بالله انا عمرني صفت لهذاك الدري شي تصاور اللي هما معريين، ولكن كنت ندوي معاه ما كنكرش غلطت حيتاش هضرت معاه، ولكن امي هزي راسك راه ما غلطتش، ما عمرني تلاقيت معاه وما عمرني ما شفتو حتى في وجهه. المهم الام ديالي ما عجبهاش الحال وبقات صراحه هي كتغوت عليا ومن حقها، ولكن ما ضرباتنيش. بقات تغوت وتقول لي انا ما بغيتش يضحكوا عليك الدياب وخاصك تكوني قاسحه، ولكن انت طلعتي هكا. بقات كتعيب عليا في شخصيتي حيت شخصيتي كانت شويه ساذجه، كنثق في الناس دغيا. المهم امي مشات لذاك العرس اللي كان حدانا وانا ما مشيتش ليه غير كنسمع. شنو غادي نمشي ندير فيه؟ ما مشيتش وما تسرطاتش ليا انا وداك السيد داير العرس بالجوق في الدرب عندنا. المهم ما نقولش لكم ديك الليله دازت عندي كحله زحله، ما كندوي معها حد، عايشه في واحد العالم واحد اخر ديالي. المهم تزوج وجابها وشفتها ومشيت باركت ليهم بحال الا ما طاري والو، وكنضحك وربي اللي علم بيا وبالحاله ديالي بالداخل. ما كنتش كنبغيه، ولكن سبحان الله ديك اللحظه تحركات فيا شي حاجه لداخل. مشيت للدار وشبعت بكا، حاولت انا ما نبين لحتى شي واحد، واختو بقات صاحبتي كانت كتجي وكتبقى كتشكر ليا في مرت خوها والطيب ديالها ورافعلات لينا ودارت لينا. انا ركزت ديك الساعه على قرايتي مزيان، عرفتو ما بقيتش دياها حتى شي حد من غير قرايتي. بعت على التصاحب علما انه الاب ديالي معمر لي الجانب العاطفي ديالي، زعما نقولوا اللي يقدر يخليني انا نقلب على شي واحد في حياتي، غير هو بحال تكلخت في ديك الناحيه ديال انه كنمشي كندوي مع شي دري على اساس انه باغا نتصاحب، ولكن ما كنتش كندخل في علاقات. المهم في الباك ديالي كنتلاقى مع واحد الولد لواحد اخر عن طريق واحد صاحبتي وحده اخرى معايا في المدرسه، ونسيت داك الولد الناس اللي كان تيبان ليا مره مع مرته، فرحانين ناشطين كيخرجوا مشادين ليدين. من بعدها مشاو استقروا في واحد المدينه واحده اخرى، وكان تيجي من الصيف للصيف عندنا للدرب. حتى لواحد النهار كما قلت لكم كنت تعرفت على واحد البنت اللي كنت كنمشي وكنجي انا وياها، اللي عرفتني على بنت واحده اخرى وحتى هي تصاحبت معاها ودرتها اختي، حيتاش انا كنت اللي كنعرفها تنعطيها كل ما عندي، وهذا كان خطا كبير. ولكن هذه الصديقه بالضبط كانت كتقول لي عليها الوالده ديالي بعدي منها راه خارجه الطريق. انا كنقول ليها راه ما عمرها باش داتني من يدي، وقالت لي يلاه معايا لشي حاجه خارجه الطريق، اذا خارجه على الطريق امي راه خارجه على راسها. انا ذاك انا بعت على الصلاه، ولكن بقيت محافظه على الحجاب ديالي. تصاحبت مع واحد الولد في الاول ما كنتش كنعاود ليها كاع، لهاد صاحبتي زعما هو كان كبر مني بعام، انا كنت في الباك وهو كان في لافاك بعيد علينا شويه، وكان كيجي كيتلاقى معايا ولكن ما عمرني ما عاودت ليها عليه. هذيك البنت كانت كبيره عليا بعامين، ما عمري عاودت ليها حتى لواحد النهار زغبني الله بغيت نمشي نتلاقى معاه، وقلت ليها راه غادي نمشي نتلاقى مع فلان. هي ديما كانت كتقول لي واش نتوما مصاحبين ولا على علاقه، كنقول ليها لا راه غير صديق ديالي وراه كان كيجي عندي للسويع وصافي. انا فاش علمتها انني غادي نتلاقى معاه مشيت خرجت من الدريبه اللي كنتلاقى به فيها، واحد الدريبه اللي كانت معزوله على فين ساكنه وحتى على فين خدامه الوالده ديالي. تلاقيت به ورجعت للدار، وديك الوقت كان عندي امتحان وطني. رجعت للدار كأن شيئا لم يكن، شويه تليفون ديال الام ديالي كيصوني ما جاوباتش، حيت كانت مشغوله كتوجد لينا العشاء وكانت كتوجد الفطور اللي غادي نفطر به والغدا باش ما تبقاش بلا هي مع الكوزينه، حيت ملي كتجي كتبقى كتهضر معايا وكتراجع معايا وكتعرضني. شويه تليفون ديال الوالد ديالي كيصوني، واحد السيد اللي خدام بالقرب ديال الوالده ديالي صدى عليه وسول الوالد واش فلان هذا، قال ليه اه، قال ليه بغيت غير نسولك واش بنتك تغدات اليوم في الدار، قال ليه الوالد لا، مع العلم انه انا داك النهار الاول ديال وطني ما تغديتش في الدار، تغديت عند صاحبتي. المهم قال للوالد ديالي ايوا راه بنتك ماجده كانت مع واحد الولد في البلاصه الفلانيه وراه صورتهم. اش هاد الكارثه، صافي كملات. الاب ديالي جا قالها لامي وقال ليها ما تقولي ليها والو وخليها انا بغيت نحصلها. ماما مسكينه خافت عليا
وجات سولاتني واش كنتي في شي قد. جا دخل بابا لقانا كنهضروا انا وياها، جا لعندي قال لي فين كنتي، قلت له راه كنت عند صاحبتي، قال لي ما تكذبيش عليا فين كنتي، قلت لي عند صاحبتي، قال لي راه قلت لك ما تكذبيش عليا. قالت لي بابا خرج خليني ندوي معاها انا حيتاش ما غاديش تحشم مني. خرج وشدتني امي، حشومه عليك شنو درتي لباك؟ وهذه هي الثقه اللي داير فيك، مربتي لي وجهه في الارض، فين كنتي ومع من كنتي؟ راه قالوا لي كنتي مع شي ولد. انا هنا صافي غادي نعاود لامي كل شيء بلي انا راه كاين واحد الولد في حياتي وهادي وهادي وهادي. اكيد اكيد مي ما تقبلاتش وقالت لي انتيا ما بغيتي كاع توبي وكديري لي بحال هاد الفعايل، وسترتك المره الاولى وما قلتهاش لباك، وهاد المره درتيها ليا قد وجهك، دابا باك ساق الخبار شو غادي ندير لك؟ كي ندير نواجهو نقول ليه اه بصح كانت مع واحد الولد، علم الله في كنتي معاه. اه ماما راه كنت معاه غير في الدريبه. قالت لي لا راه قال لك داك السيد ما كنتيش معاه في الدريبه. كنقول لها شكون قالها لكم؟ تتقول لي ما قدرش نقول لك. المهم مشيت دوزت الوطني ما جبتش فيه مزيان وجبت استدراكيه، ولات امي باش تفادى المشاكل كتديني وكتجيبني، وتخلت على الخدمه ديالها دوك الايام اللي كانت فيها الاستدراكيه. اما الاب ديالي قال لي في الاول جلسي من القرايه، ولكن غير في لحظه الغضب حيت انا عارفه بلي انه ما يخلينيش نخرج منها، حيت هو كيطمح انه يشوفني في واحد المرتبه اللي هي عاليه. مشيت دوزت الباك ديالي وخديته باسابل، جيت اكتئبت حيتاش كنت تنقرا وكنت مراجعه، واخا في الاول طراو مشاكل، المهم غير كنبكي وتمنيت كون عاودت العام اولا كون ما نجحتش. شنو غادي نقرا دابا بهاد النقطه؟ جلست في الدار عامين ما كنخرج ما كندرج، تيضربوا معايا باش نتسجل في لافاك والو. داك السيد اللي قلت لكم في الاول جارنا جا ومراته كانت حامله في هذاك العام، شفتها وزدت تأزمت، واخا كنت فرحانه ليهم واخا داكشي اللي طرا بقى فيا الحال، ضيعت مستقبلي وضيعت كلشي. اختو جات من مورا عامين ومبقيتش كندوي معاها، حتى هي تزوجات من برا ومشات للخليج، انا مابقاش عندي علاقه بها، انا عرفت اشنو دارت ليا ومع ذلك سامحت ليها، وليت كنهضر معاها عادي، ما عمرها طلبات مني السماحه ولا جات جرأت انا تقول ليا ها شنو درت لك. المهم العام الثاني ورا الباك ديالي اللي ما درت فيه والو، جا الوالد ديالي وقال لي راه سجلتك في لافاك، قال لي لعل وعسى انك تقري وتجمعي راسك وربي يسر لك في هذا الشيء ديال داكشي اللي طرا. مشيت لافاك وفي نفس الوقت كندوز البيرمي. واحد النهار حصلت واحد الحصله اللي هي خايبه بالليل ومشى الحال بحكم لافاك اللي كانت بعيده على دارنا، وكان عندي امتحان فصوليت على الاب ديالي اللي قال لي بلاتي نصوني لك على واحد سيد صاحبي قدو في العمر، قال لي غادي نصوني ليه ويديك من البلاصه اللي انت فيها، راه حتى بنتو كتقرا في لافاك، راه حتى هي حاصله، كنت غادي نقولها لك حتى صونيتي ليا. قلت ليه واخا. سنين داك الراجل وكان عطاني نمرتها، نمرت بنتو صونيت ليها وقلت ليها انا في البلاصه الفلانيه، قالت لي صافي بقاي انا جايه لعندك بقاي في بلاصتك. بقينا كنتسناو في باها حتاجه ودانا وركبت انا وبنتو. بنتو ما نقولش لكم تكون بيناتنا صداقه، ولكن مع حكم انها كانت كبر مني بعام وقت ما حصلت في شي حاجه كنصوني عليها ولا كنسولها. حتى لواحد النهار جا واحد السيد من طرفها هي وباها بغاني المعقول، وجات جلسها ليا. انا ما كنتش باغا وبقات كتقول لي جربي ما راك خاسره والو. قبلت انها تعطيه نمرتي وصفت ليا لاباس عليك بخير، وراه كنت نفكر انني صفت لك في فيسبوك وانا ما باغيش تفليا وباغي غير المعقول. واخا مرحبا شنو كاين، شوفي انا عندي شروط واللي هما بغيتك تكوني معقوله حيتاش انا ساكن في بلاد البهجر، وبغيتك تكوني معايا معقوله وتكوني ظهري وكلشي في حياتي. صافي اخويا حتى انا داكشي اللي بغيت. السيد متقي الله وعرف لي ليه واللي عليه والله يعمرها سلعه. ما قلت والو لوالدي حتى دازت واحد الوقيته وقال لي بغيت تجي لداركم وجا، وفاش الوالد ساق الخبار بلي كنت كندوي معاه قبل ما عجبوش الحال ولكن قبل عليه. من بعد فتره التعارف مرحله الخطوبه غادي يكتشف عليه بلي انه كان قاصح بزاف، ما تلبسيش ما تخرجيش ما ديريش ومشكاك بزاف، ومع من خرجتي ومع من جيتي وخصني نبقى كندوي معاه 24 ساعه على 24 ساعه، وخا تنكون في الخدمه وفوت بيني وبينو بالسوايع والوقت اللي خصني ندعس فيه ونفيق خصني انا نهضر معاه فيه. كانت واحد الحاله يرثى لها. المهم انا داكشي مرضني وما حسيتش براسي حتى تقلبت عليه وما بقيتش كنفكر فيه ولا حتى ندوي معاه، وكيبان لي غير كنضيع وقتي لانه مريض هو بالشك، ما بقيتش كنهضر معاه، ولكن باش نقول ليه نسالي ما قديتش، فبقيت سد على راسي. حتى لواحد الليله غادي نصيفط ليه واحد الميساج وقلت ليه شوف اولد الناس حنا سالينا حيت انا وياك ما كتفهموش. هو ما عجبوش الحال ورفض ولكن قلبت عليه. من بعد مده غادي يجي للمغرب وبقى كيطلب وكيرغب، وانا تنبغيك وما نقدرش نكمل بلا بيك وبقاي معايا
جاب والديه باش انه يراضيني ويطلب السماحه قدام والديا. سمحت ليه ورغم من داكشي كان كل مره تنوضوها انا وياه، عاوتاني بيكس عليه حيتاش ما تبدلش، والقصه ديال الشك غير غدا وكانت زاد وبلوكيتو من كل شيء. انا ذاك غادي نخدم في واحد المحل، واحد الصباح فقت حليته وبديت ملاهيه مرتاحه حتى غادي يدخل عليا واحد السيد، هذاك الاول اللي بغيتو تزوج واللي مو جاتنا الروح بالروح. دخل السلام عليكم. وعليكم السلام. قال لي اهلا، لاباس عليك ماجده؟ لاباس الحمد لله، انت بخير؟ كيف دايره الوالده واختك؟ اودي الوالده عياله، اختي راه طلقات وعندها زوج وليدات. ياك؟ صراحة بقات فيا وقلت شوف الدنيا كيفاش دايره، صرف الخير تلقى الخير. قلت لي الله يعوضها خير، اش حب الخاطر اخويا، راني جيت غير بغيت نشري هذه من عندكم. اودي ماشي انا اللي مكلفه بها حتى يجيبوا لي الشيء. ايوا عافاك عطاني النمره ديالو، ها هي النمره ديال المحل فاش يجي نقولها ليه. المهم مشى وجابوا المحل وقلت لي شكون جا وطلب مني انني نعاود نتواصل به. قال لي انا دابا ما ساليش، معاش كتسدو؟ كنسدو مع 6، وانتي معاش كتخرجي؟ انا ما تنكمل حتى ل8. غادي يجي مع 6 عند مول المحل، قضى الغرض ديالو وما دويناش مع بعضياتنا ومشى فحالو. لا غد ليه غادي يتصل بيا في المحل باش يسول على الامانه ديالو واش وجدات ليه. قلت ليه اه، دار معايا 8 باش انه يجي ليها. جا من بعد غادي يقترح عليا باش يلا نوصلك للدار. ما بغيتش، بقى مصر. واش انا غريب عليك ولا عرفتي شنو؟ غنجيك من الاخر، عطاني نمرتك. ما بغيتش حيتاش عند بالي بلي انه باقي مع مرتو، بقى كيبزز عليا، ما عطيتهاش ليه وما خليتوش انه يوصلني. ومشيت في الطاكسي وبالي معاه. علاش جايه تخيلوا شنو باغي؟ لا غد لي صبح عليا في الخدمه. عفاك ماجده، بغيت خير ندوي معاك في واحد الموضوع بيناتنا. شنو كاين؟ واش مازال ما بغيتيش تعطيني نمرتك؟ بقيت كنشوف فيه وقلت لي غادي نعطيك الفيسبوك ديالي ونبقاو كندويو. تبادلناه ومشى فحالو. انا مازال في الخدمه غادي يصيفط لي ميساج طويل فيه السلام، لاباس عليك، صراحه انت باقا هي انت ما تبدلتيش وباقا صغيره وملامح ديالك بارئين كيف شحال هادي. وانا تنقرا هادشي بديت كنتسائل واش تخيله من نيتو مزوج واش كيتغزل بيا. قلبت ليه الهضره وسولتو كيف دايره مراتك فلان، لاباس عليها؟ وليدك لاباس عليه؟ قال لي ولدي لاباس عليه، ولكن ديك السيده راني ما بقيتش معاها. ما جاوبتوش، قلت راه تيكذب، وبحكم انها بالدربله مشيت عند واحد السيده كتعرفهم وقلت ليها لاباس بخير كي داير فلان. قلت لي على ما في بالكش راه طلق وما صدقاتش معاه فلانه حيت تلقاها كتسحر ليه ودوزتها عليه وما صدقاتش معاه ودوزت عليه مشاكل اللي هما كبار. ياك؟ صدماتني، طاح ليا العجب. بدات كتعاود ليا شنو دارت ليه لا هي ولا دارهم من السحر ليه ولعائلته، وهنا فهمت درس قوي، اذا زرعتي الشوك غادي ينوض الشوك، واذا زرعتي الورد كتاخذي الورد. ما علينا، غادي نصيفط ليه خير فيما اختاره الله. وبدا كيعاود ليا نفس الكلام ديال ديك بنت دربهم، وهذا بدا كيجي كل عشيه كيتسناني قدام المحل. سلام لاباس بخير نوصلك اليوم غدا، كل نهار كيزيرني حتى لواحد النهار وغادي نقبل باش انه يوصلني. وهنا قال لي ماجده انا راني ناوي المعقول وباغيك الزواج، شنو بالك؟ انا بحال تصرفقت، سكت وتصدمت، كنت منا غير يقول لي سلام وزاد، ودابا ولا تيقول لي بغيت نتزوج بك ما تيقتهاش. قلت لي بلي انا وخاصك تعرف واحد الحاجه، راه حتى انا فسخت واحد الخطوبه ديالي، وعاودت ليه البلان اللي وقع ليا من قبل، وقال لي بلي عنده شرط واحد انه تعاملي مع ولده بحال ولدي. قبلت وقلت ليه مرحبا، غادي يقترحني على العائله ديالو من جديد، امه فرحات واخته ما عجبهاش الحال، واخا هكاك كان كيعاود ليا كلشي. شهرين ونص بقى كنعقل غادي يجي الكونفينمون، بقينا مره كيطلع ليا، وقررنا باش انه غير يتحل كلشي نديرو خطوبه رسميه. داكشي اللي طرا، غير هو درنا خطوبه، السيد غادي يتقلب عليا قلبه وحده وما نعاودش ليكم. تنصيفط ليه وما كاينش هنا، خليته بحال هكاك حتى دازت عام وجات يدوي معايا. سمحي ليا وانا والخدمه والكونفينمون داوني وما بقيتش مهتم بيك الى ما اخره. جا دوا مع دارنا وانا ما كنتش كنت مسافره، فجيت قالوا ليا رجا فلان هو امه، وقال لنا بلي انني باغي المعقول وتيطلب السماحه وباغي يدير خطبه رسميه ونطيحو نيت العقد. تصدمت ودويت معاه، كيفاش هادشي يا فلان؟ ماجده انا تنبغيك وتنموت عليك، ما نقدرش نعيش بلا بيك، صافي يا بنت الناس، ما تقصحيش عافاك راسك معايا، راكي عارفه بلي كنبغيك، وانا عارف بلي انك كتبغيني، انا فعلا كنت تنبغيه، مهما انني كلبت عليه ومشيت عشت حياتي، وهو كذلك، وكل واحد فينا قلب على شريك ديال حياته واحد اخر، الا وانه بقى في قلبي. المهم في الاخير غادي نتزوج انا وياه، وغادي نعيشوا حياة اللي هي زوينه وسعيده. اكيد غادي يوقعوا ما بيننا نقاشات ومشاكل على اتفل الاشياء، حيت كنا تنكبروا المشاكل لدرجه غادي نحمل وغادي يطيح لي الجنين، ولكن في الاخير
تيبقى بالنصيب ديالي وكنبقى بالنصيب ديالو مهما بعدتنا الظروف والزمن واشخاص الا وانه في الاخير غادي نتجمع مع الحب الاول ديال حياتي. انا اللي باغا من قصتي هو انه البنات ما يفقدوش الامل في الحياه، فهمتي؟ كتجي كتبغي شي واحد وباغاه على وجهي لا ما باغا منه، ما تتشوفي لا ماده لا على والو، ربي ييسر لك ولا كنشوف كتابي لبعضياتكم غييسر لكم ربي. انا هادشي اللي باغا، فهمتي؟ هادشي اللي باغا يفهمو، وباغا نفهم البنات بلي راه ماشي صاحيب والردائي والرويه الكحله هي اللي غتزوجك بشي واحد، اولا هي اللي غتخليك صاحبي مع شي واحد وتكملي معاه. اي واحد كيجي كيدق عليك من شي حاجه من غير داركم باغي غير التحليه، اما الحلال باين، غايجي يدق على داركم يكبر بيك كتخرجي عارفين داركم، اما داك اللي كيبقى يتلاقى معاك في القناص هو اصلا ما حسش راسو ما عندوش باش غادي يبين الناس بلي راه باغي وحده ديال الزواج، فهمتي؟ هو اصلا حشمان، داكشي اللي كيدير ما مكبرش بيه هو اصلا. هذه هي كانت حكايتي، وهذه هي كانت حكايه مجده يا ساده الكرام. كنتمنى انها تكون نالت اعجابكم، كنتمنى انكم استفدتوا منها. اختاريت هذه الحكايه بالضبط انها تكون ايجابيه بدايه السنه الجديده ان شاء الله. ما تنسوش انكم تخليو تعليق جميله لمجده صاحبه الحكايه اللي شاركتنا القصه ديالها مع شي دعوات جميلين ليها، ودمتم في رعايه الله وحفظه. نتلاقاو ربما بعد غدا ان شاء الله. سلام سلام.